بسم الله والحمد لله. الحمد لله القائل في محكم كتابه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، القائل في حديثه الشريف: كنتم كلكم من آدم وآدم من تراب. أبدأ كلمتي بالشكر على الدعوة الكريمة للمشاركة في المؤتمر الدولي 31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف تحت عنوان حوار الأديان والثقافات، وأخص بأسمى تعابير الأمان والتمنيات سماحة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على الجهود العظيمة لتقديم الصورة الكاملة للحمة الشعب المصري بتنوعه واختلاف ثقافاته عبر العصور برعاية السيد رئيس جمهورية مصر العربية. قال رب العزة في القرآن الكريم في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا ما نظرنا في معنى هذه الآية وجدنا أن النداء هنا لكل المكلفين من الناس، قال تعالى: يا أيها الناس، وفيها تبيان أن خالقنا كلنا هو الله الإله الواحد الأحد الذي أبرز الأشياء من العدم إلى الوجود، وهو الله البارئ مبدع الأكوان القائل جل جلاله: إنا خلقناكم. وفيها تبيان أن المجتمعات بشعوبها وقبائلها وأفرادها مؤلفة من الذكور والإناث، ولا تكون العائلة إلا على هذا المبدأ، ولا مكان لما يسمونه اليوم الزواج المثلي. وهذا المبدأ موجود عند المسلمين وغير المسلمين من الأديان الأخرى، فمهما اختلفت الثقافات لا بد أن تجتمع الشعوب وأفراد المجتمعات حول ثوابت تحفظ الإنسان وتميزه عن سائر المخلوقات. والله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن مأمورون بالإيمان بالله وبما جاء عن الله، فكانت الشرائع المنزلة عبر التاريخ والعصور تدعو للإيمان بالله الواحد القهار وبرسله وإلى نشر الخير والفضيلة في المجتمعات، فالتزم من آمن وعاند من اعترض. وهكذا على مر الأزمان سعى الأنبياء والرسل إلى هدي الناس ونجاتهم في الدارين، فقد ورد عن سيدنا إدريس عليه السلام أنه خاطب الناس الذين كانوا في عصره مع اختلاف لغاتهم، والانبياء صبروا على الشدائد والبلايا وحاوروا الناس وجادلوهم بالتي هي احسن. وخير مثال ما قام به موسى واخوه هارون عليهما السلام مع فرعون الذي دعا الألوهية، وكذا عيسى عليه السلام وقبلهم ابراهيم كيف تصرف مع عشيرته ونمرود. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. يعني أصل الإيمان واحد والشرائع اختلفت، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالإسلام علمنا أن نؤمن بكل الأنبياء والرسل وأن نحب الكل ونصدق أن كل منهم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونعتقد أن الشرائع لو اختلفت فأصل الإيمان واحد لا خلاف في ذلك. وقد قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فيجب علينا الإيمان بمن خلقنا وأن نطيعه بما أمرنا وأن نتسابق في فعل الخيرات والمبرات،
وفي هذا الأمر يحصل تفاوت في الممارسة بين الناس من شعوب وقبائل، وبين أبيض وأسود، وبين عربي وغير عربي، كما قال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى تكون مع صحة الإيمان بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. أما إن ما أوردناه يبين مبادئ الثقافة التي تأصلت في دين الأنبياء عبر العصور، ولو شاء الله تعالى لجعل الجميع على فهم واحد وعلم واحد ومعتقد واحد وعمل في الطاعات واحد، إلا أنه رزق لكل منا العقل والإدراك وأراد اختلاف الناس في المفاهيم والمقاصد. قال عز وجل في سورة هود: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. إن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مقر، وأن الاختلاف موجود ولكل موقفه ومعتقده، فنحن نبني تصرفاتنا من خلال مبادئ ديننا الحنيف على الوجه الذي وصلنا بالسند عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبر صحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان دون إفراط ولا تفريط، وبعيدا عن كل غلو وتطرف. إن المفاهيم تختلف بين الناس والمجتمعات باختلاف الثقافات التي انتشرت، ونرى أن الدعوة إلى الحوار والجدال بالتي هي أحسن من أهم القواعد التي تبنى عليها اللقاءات للتعارف والعمل بالصبر والحكمة والموعظة الحسنة لما فيه صالح الإنسان وصالح المجتمعات التي يعيش بها بسلام وتعايش حسن. ونحن كمسلمين نؤمن أن من كمال الإيمان عند المسلم محبة الخير للغير، كما قال رسولنا الكريم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لغيره من الناس ما يحبه لنفسه من الخير. استنادا إلى هذه المبادئ والضوابط وتفهم قسم كبير من شرائح المجتمع الأوكراني، استطعنا العمل المشترك على كافة الصعد، وكمواطنين أوكران نسعى لوحدة الوطن ولحمة المجتمع والحفاظ على الأمن، وذلك من خلال مجلس الكنائس والمنظمات الدينية لعموم أوكرانيا الذي تقدم على سائر المؤسسات في البلاد لترفعه عن الانتماءات السياسية والفئوية، ومع اختلاف الأحزاب وانقسام البعض منها والتوترات التي كانت تعترض البلاد، كان للمجلس دوما دور في ربط نواحي البلاد من خلال الرابطة الجامعة لقيادات هذا المجلس. وباختصار أقول أن لغة اللقاء للتعارف والحوار والبحث عن القواسم المشتركة جعل كلمة هذا المجلس المختلف بعقائد أعضائه وحدت اختلافاتهم أحيانا على كلمة واحدة هدفها التعايش المشترك الحسن بين كل فئات المجتمع على اختلاف معتقداتهم وقومياتهم بسلام ووئام على رقعة جغرافية واحدة اعتبروها وطنا لهم. وأحيانا كثيرة كان ما يتوصل إليه هذا المجلس يعتبر مرجعا للمتخاصمين في السياسة وحتى في القضايا الاستراتيجية لحل النزاعات ومحاربة الفساد والوقوف جبهة واحدة أمام التطرف من خلال استخدام الدين أو الانحلال الذي يدعو إليه الغرب باسم حقوق الأفراد والحريات. إن لمجلس الكنائس والمنظمات الدينية لعموم أوكرانيا سكرتيريا مشتركة تجتمع شهريا لتعد أعمال المجلس، وهي مؤلفة من ممثلي الطوائف، ويترأس مجلس الكنائس كل 6 أشهر بالترتيب الأبجدي واحد من رؤساء الطوائف، والقرارات تتخذ بموافقة الجميع بدون استثناء. وللعلم والخبر لنا كمسلمين من يمثلنا في كل وزارة للتشاور بحسب التخصصات والحيثيات المتعلقة بديننا العنيف ليؤخذ الأمر بعين الاعتبار. وما أوردناه هو نتيجة الحوار الواضح والصريح بين رؤساء الطوائف ووجود أهداف معينة اجتمعت كلمتنا عليها، وهي وحدة أرض أوكرانيا ولحمة شعبها مع اختلاف معتقداتهم الدينية والطائفية وتعدد ثقافات أبنائها. شكرا لكم.